السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البيم والسستينابيلتي أو الاستدامة. البيم اللي هي Building Information Management، إزاي أدير معلومات المبنى وعن الاستدامة، هل في علاقة بينهم ولا ما فيش علاقة بينهم؟ طيب خلينا نبدأ كده مع بعض. أنا اسمي عمر سليم، مؤسس بيم أريبيا. اشتغلت فترة طويلة في مجال البيم، ومجال البيم بيفيدني كتير جدا في موضوع الاستدامه، في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، في مواضيع التكلفه، في مواضيع البلاننج، زي ما هنشوف مع بعض. يعني هو مش تكنولوجيا منفصله او انا هستخدم تكنولوجيا البيم يبقى هلغي الباقي، لا، البيم بتفيدني في بقيه التكنولوجيا وبتفيدني في ان انا اعمل الشغل بتاعي مظبوط. مثلا في الصوره ديت انا لابس نظارات فيرتشوال رياليتي وببدا كاني جوه المبنى، فابدا اشوف المشاكل واشوف كأننا جوه المبنى. فلو المالك مثلا لابس النظارة ديت هيقولك لا ده انا محتاج ان انا اعدل حاجة في التصميم، لا الشغل ده مثلا كذا. فلما تيجي التعديلات واحنا لسه ما بدأناش الشغل في الموقع، فيبقى التعديلات تكلفتها لا شيء. انما لو جه بعد ما المبنى اتبنى وخلاص هنلم العده ونخرج من الموقع، بيقول لك لا 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 مش ده اللي انا عايزه، انا عايزك تفتح الاثنين دول على بعض، لا 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 ده انا عايزك تقسم لي ديت، انا عايزك مثلا السلم تخليه عريض شويه 6 متر مثلا السلم، متعرفش ازاي. فالتعديلات بعد ما تخلص شغل بتبقى مكلفه جدا، كل ما التعديلات تتاخر في المشروع كل ما يبقى تكلفتها اعلى. انما لما بنعملها من خلال البيم بيبقى التعديلات في اول المشروع. طيب ايه هو البيم؟ هي Building Information Management، ان انا ادير معلومات المشروع، ان انا اعمل موديل للمشروع ككل جوه الكمبيوتر، بحيث ان انا اقدر اخد اي معلومه اداره المشروع. لو حبيت اعرف التكلفه يجيبها لي، لو حبيت اعرف المشاكل الموجوده فين يجيبها لي، لو حبيت اقول له مثلا الارتفاعات دي كويسه ولا لا يقدر يجاوبني. تمام. طيب ده مثلا نموذج موجود، النموذج ده موجود في كنيسة كريستوفر، ده موديل للكنيسة دوت اللي هي اتبنت سنة 1672. الموديل ده اتبنى قبل ما يبنوا الكنيسة، يعني هم بنوا الكنيسة ديت، بنوا الموديل وروها للراجل المسؤول عن اتخاذ القرار، المسؤول عن الكنيسة ومسؤول عن المقاطعة اللي أمر بابنائها، فهو شافها وقال لي التعديلات بتاعته وعمل التعديلات وكل الحاجات ديت، وبعد كده قالوا يلا وبدأوا يبنوا المبنى دوت. تمام. فتخيل مثلا هو مش متخيل شكل المبنى، وبعد ما شاف بعد ما خلصت قال لك لا ده انا مش عايز الاعمده دول، هم دول كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، لا انا عايزهم 7 مش 8. يعني التعديلات دي لما تتم في النموذج دوت اسهل بكتير لما خلصوا المشروع. طيب خلينا نشوف النموذج دوت، هل هو ده نفس البيم ولا لا؟ طيب هو فكره بدائيه من فكره البيم، يعني هم حتى لما جم يبنوا الاهرامات قال لك مشروع ضخم كبير وما ينفعش يبنيه ويحصل فيه مشكله، طب هنعمل نموذج مصغر ليه، هتلاقي اهرامات مصغره جنب نموذج الهرم ونوريها للملك ونبدا نعمل عليها سيموليشن ونبدا نشوف المحاكاه اللي عليها وكل الحاجات دي، لقينا المبنى قوي ويستحمل نقدر نبني مباني تانيه. فهم برضو قبل ما يبنوا المبنى دوت راح عمل الموديل بالشكل دوت، وشافوا الحاجات وشافوا هل فعلا كويس ولا لا، هل القبه دي الوزن بتاعها هيستحملوا المبنى ولا هيقع بيه والحاجات دي كلها. انما هنا على الكمبيوتر ما بيكلفناش ان انت تعمل موديل ده حاجه خالص. ثانيا ممكن على الكمبيوتر تقدر تتعدل بسهوله جدا، ما بيكلفكش تعديل حاجه. ولو حبيت ان انت تعمل سيموليشن انشائي حراري كل التحاليل الخاصه بالحاجات الخاصه بالاستدامه تقدر تعملها بدون اي تكلفه خالص، وهنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله في المحاضره بتاعه النهارده. زائد ان انا اقدر اشوف المبنى هيتبني، مش هيبقى كتله ثابته قدامي، لا من خلال البيم اقدر اشوف ايه اللي هيتبني قبل ايه، وتبدا تظهر قدامي الحاجات اللي بتتبني ورا بعض. طيب لو جينا نعمل سيرش على تعريف البيم هتجي لي تعريفات كتيره جدا، ممكن يجي لك مليون تعريف، بس هو التعريف الاقرب لذهني او الاقرب لاقتناعي ان انا بعمل محاكاه او بعمل تجسيد لكل المعلومات الخاصه بالمبنى اللي هتفيدني في بناء المشروع جوه الكمبيوتر، كل الخصائص بتاعته وكل المعلومات بتاعته ببدا ادخلها. فهو Building Information Modeling، او خلينا نقولها Building Information Management.
ده مثلا موديل موجود زي ما انت شايف، بنحط كل شغل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، ونبدا نشوف المشاكل اللي هتبقى موجوده ونحلها. نبدا نشوف هل لما انا احل الشغل بتاع الكهروميكانيكال اللي هو فوق السيلينج دوت، السيلينج هيبقى ارتفاعه كام من سطح الارض؟ ممكن تلاقي ان مفيش مسافه، فتضطر ان انت تعدل او تعلي الفلور بتاع الدور اللي فوقيه، وده طبعا هيسهل عليك كتير جدا. يعني تخيل مثلا لو انت مثلا بتبني وعملت كل دور مثلا 4 متر، فوجئت ان الشغل بتاع الكهروميكانيكال محتاج متر ونص، فانت لقيت الارتفاع الصافي اللي هو تحت السيلينج مثلا ممكن يبقى 2 متر ونص، ممكن يكون 2 متر حسب الكاشات اللي موجوده. فلو انا عارف من الاول، لا ممكن اوجد حلول، ممكن اخبر ارتفاع الدور وهكذا. وحصل معانا في مشاكل كتير جدا. فالمبنى هوت بنقدر نعمل دراسه للكتل، يعني من قبل ما نبدا بعمل ايه؟ بعمل من الكتله، وابدا اشوف الشمس والرياح والظل والحاجات دي وابدا ادرسها. وبعد كده ممكن تعمل 50 كتله في ثواني. ممكن دلوقتي تبقى في الكمبيوتر تديله بعض العوامل وهو يعمل لك كتل كتيره جدا، ويبدا يقارن ويبدا يقول لك افضل حاجه ايه. ده نوع من انواع الجنريتيف ديزاين، بدل ما انت كل كتله تاخد منك 3 4 ايام، لا، ال 50 كتله تقدم للكمبيوتر وتطلع لك النتيجه في نفس اليوم. تمام، يقول لك يعمل كل حاجه فيهم. ممكن تاخد لها مثلا لو هي معموله بلغات مثلا يا شهر بتبقى سريعه، او السي بلس بلس بتبقى سريعه بتطلع بسرعه، لو معموله بالداينامو او معموله كده بتاخد وقت شويه. بس المهم ال 50 تصميم مش هيكملوا اليوم ويطلع لك النتيجه ويقول لك افضل تصميم فيهم. ممكن نلعب في الماتيريال، يعني نلعب في الماتيريال. يعني انا عندي هنا الواجهه الزجاج ديت، عندي كميه زجاج كتيره جدا في المنطقه دي. تمام، طيب لو انا خليت الازاز، جبت انواع الازاز وكل مره بغير الازاز وشوف نتيجه درجه الحراره هتاثر ولا لا جوه، طب دبل طب كذا، وابدا اقارن بينهم وابدا اشوف افضل حاجه هتدخل لي اناره طبيعيه وفي نفس الوقت مش هتخلي الجو جوه يبقى حار. يعني احنا بنصمم مثلا دلوقتي في مصر والخليج، لو انت بتصمم في اوروبا العوامل اللي انت هتعتمد عليها هتكون مختلفه. طيب لما بنيجي نتكلم في البيم بيقول لك هم ابعاد كتيره جدا. طيب اول بعد اللي هو 1 دي، ما فيش حاجه 1 دي، بس احنا يعني ايه بنفكر كده مع بعض. 1 دي اللي هي الفكره عموما، او انا افكر ان انا ابني مبنى حاجه زي كده. ال 2 دي بنتكلم على المشروع. بعد كده 3 دي بنبدا نعمل موديل 3 دي، ولازم يكون في انفورميشن. يعني لو انا مش حاطط انفورميشن على كل حاجه ما يبقاش بيم خاص. لو انا عملت سيلكت على الباب وما قاليش ان ده باب واللي جنبيه حيطه، يبقى ده مش بيم خاص. الفور دي ان انا ببدا اشوف 3 دي وهو بيتبني واحده واحده، بشوف انا اللي هيتبني الاول والتواريخ بتاعتهم وهكذا. الفايف دي هو التكلفه او تقدير التكلفه، فببدا اشوف المشروع ده هيكلفني قد ايه. طب لو هو مثلا 10 3 ما هكون صرفت منهم قد ايه في الفلوس وهكذا. السكس دي اللي هي الاستدامه، ان انا اقدر اعمل مبنى صديق للبيئه ويقلل هالك وهكذا. الفاسيلتي مانجمنت، ان انا اقدر ادير المبنى بتاعي بعد ما يخلص البناء. طيب لو انا اثناء السيفس دي عامل التصميم غلط، فده هياثر طبعا على الاستدامه، واكيد ما دام في تصميم غلط، في عامل نوع مختلف من الازاز، عامل حاجه مخالفه للاستدامه، فكده الاستدامه تطلع غلط. ولو ال 3 دي فيه غلط او الاستدامه فيه غلط، فده هيأثر على الفاسيلتي مانجمنت، لان احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنصممها بنحاول نقلل استهلاك الكهرباء. فلو انا مش عامل تصميم حلو يقلل استهلاك الكهرباء واستهلاك الميه ويخلي فيه منطقه خضره ويخلي فيه الحاجات بتاعت الاستدامه، هتلاقي عندي مشكله كبيره جدا هتحصل في الاستدامه وفي ال 6 دي. ولو انا عامل تصميم غلط وعمال الف وادور واطلع وانزل وكده، ده هيأثر طبعا على الفاز دي. فمش كل حاجه منفصله، يعني ما اقولش ايه لا انا هو اهم حاجه الاستدامه والفاسيلتي مانجمنت مش هتفرق معايا، او انا المهم عندي الفاسيلتي مانجمنت. انت عشان تعمل فاسيلتي مانجمنت ممتازه لازم تكون انت عامل السستينابيلتي كويس وعامل 3 دي كويس. طيب نخش على الاستدامه، السستينابيلتي. ايه هي الاستدامه؟ هو ان انا عايز اعمل مبنى صديق البيئة، موفر الكهرباء، موفر المية، في راحة حرارية، في راحة نفسية، أعمل مبنى للإنسان. يعني كل تركيزي إن الإنسان يبقى موجود جواه يكون مستريح نفسيا. في بعض المباني يعني إحنا بنقعد تقريبا 90% من الوقت جوه المباني، في بعض المباني بتبقى مسببة للأمراض، مجرد إن أنت موجود فيها
ده يسبب لك الامراض نتيجه ما فيش تهويه طبيعيه، ما فيش اناره طبيعيه، فده بيأثر على صحه الانسان، بيأثر على النفسيه بتاعت الانسان، بيأثر على العين، بيأثر على كل حاجه. فهي دي اللي احنا بنحاول ان احنا ندرسها، بحيث ان احنا الانسان يبقى موجود في المكان دوت مستريح. واحنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نغطي احتياجات الجيل الحالي من غير ما نأثر على احتياجات الاجيال القادمه. يعني احنا ممكن نبني مبنى مثلا، المبنى ده المفروض ان هو يتعمل ب 100 طن اسمنت او 100 طن حديد، احنا سهلتنا 150، ال 50 دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الاجيال القادمه. فاحنا لما بنستخدم البن بنقدر ان احنا نتجنب حاجات كتير جدا من الريو ورك، بنتجنب حاجات كتير جدا من ان الشغل يبقى فيه مشاكل فنضطر ان احنا نكسر ونرمي. موضوع الفابريكيشن ان انت بتصنع الحاجه في الموقع ولا هتصنعها في المصنع، لما تصنعها في المصنع بتيجي تركب على طول. فلو انت عاملها بالبن مظبوط بتيجي تتركب كانك بتركب بازل او بتركب اي لعبه من الالعاب، فبتبقى الموضوع سهل. انما لو انت عندك مشاكل فبتلاقي كل شويه انت محتاج تجيب منشار كهربائي وتقطع وتوصل، وبيبقى فيها هالك كتير جدا في قلب الموقع. فعشان كده لما بنستخدم البيم بنلاقي الشغل اسهل، وتلاقي الشغل فيه سهوله جدا في الموقع. وبدل ما عدد ساعات الشغل مثلا 1000 ساعه، لا تقل تبقى 800، وده هياثر على التكلفه بتاعه المشروع، هياثر على امكانيه حدوث حادثه او مشاكل في قلب الموقع وهكذا. ففي جزء كبير جدا من البيم بيهتم بالانسان او السيفتي اثناء البناء، تمام؟ بس في المحاضره النهارده بنركز على الجزء الاكتر اللي هو على الانسان اللي هيسكن في قلب المبنى دوت. طيب هل في خطوره؟ في خطوره جدا. لو احنا جينا ندرس هنلاقي ان 46% من موضوع الطاقه، وبتوصل 70 من 46 ل 70% من الطاقه المباني بتستهلك في المدن مثلا، تمام؟ المدن بتستهلك طاقه اكتر من المصانع. فلو احنا قدرنا نقلل نسبه من الاستهلاك بتاع المدن، ده هياثر على الاستهلاك بتاع العالم. مجال الكونستراكشن بيستهلك 53% من الماتيريال الاساسيه او الماتيريال او المواد الرئيسيه او المواد الاوليه او المواد اللي احنا بنستخدمها. فمجال الكونستراكشن مجال كبير جدا، وبيعمل مشاكل كتير جدا في الكربون سواء اثناء البناء او اثناء بعد البناء. فلو قدرنا ان احنا نصمم كويس وقدرنا ان احنا نهندل الموضوع او ننظم الموضوع، فده هيأثر على الماتيريال ويأثر على البلد كلها. طيب بنلاقي ان في 13 مليون طن من الماتيريال بتوصل للموقع وما بتستخدمش او بتبقى هالك او بتترمي، ففي اهدار كتير جدا من الشغل. 13% دول وصلوا موقع ما استخدموش، 90% من الماتيريال بيبقى وست، بيبقى اهلاك للحاجه، تمام؟ فعندنا مشاكل كتير جدا في موضوع الماتيريال، عندنا الكربون بتاع المباني بشكل كبير جدا. فاحنا عايزين ان احنا نحسن استهلاك المواد ونحسن استهلاك الطاقه ونحسن استهلاك الميه وهكذا. فالحاجات اللي احنا بنركز عليها الطاقه، زي اللايتنج، زي الاكيوبمنت، زي الهيتنج. التكييف طبعا بيستهلك جزء كبير جدا، تصل تقريبا 60% من استهلاك المبنى. الكولينج والفنتليشن وهكذا. الوتر طبعا استهلاك المواد كتير جدا. فلو احنا قدرنا نعمل في التصميم بتاعنا ان يكون مثلا في ميه مخصصه للشرب والطبيخ وهكذا، وفي ميه مخصصه مثلا لغسيل الايادي، وفي ميه مخصصه طبعا مثلا الدبليو سي وهكذا، يبقى عندنا كذا نوع من نوع الميه دي مثلا. فدي هتخلي الميه اللي انا هخصصها الميه للشرب تبقى لها ماسوره معينه، واصله مثلا المطبخ، واصله حرفيه معينه، فدي هيتعمل لها تنظيف بشكل قوي. والمواد التانية ممكن تكون إعادة استخدام أو حاجات زي كده. دي من ضمن الأفكار اللي بنستخدمها عشان نقلل استهلاك الماء. ممكن تستعمل مثلا في القعدة اللي هي بتبقى زرارين، لو أنت عايز ماء كتيرة أو ماء قليلة، ممكن تستعمل مثلا في الشاور تكون بتطلع على زاز ماء بتقلل استخدام الماء مثلا 40%. ففي افكار كتيره جدا، دي اللي احنا بنحاول نعملها، ومن خلال البيم بنبدا نشوف هل دي هتوفر لي ولا مش هتوفر لي. يعني لو انا استخدمت مثلا الواح طاقه شمسيه في المنطقه بتاعتي، هل الالواح الشمسيه ديت
هتجيب لي حقها او الفرق في السعر بينها وبين الكهرباء العاديه خلال 4 سنين او 3 سنين او سنتين او 10 سنين، فمن خلال النتيجه اللي هتطلع هاخد القرار هستخدم انا واحده فيهم. فمن خلال الانرجي الطاقه احاول اقلل استخدام الطاقه، ما بقولش ان انا همنع الكهرباء او اقطع الكهرباء، لا بس احاول اخلي فيه استخدامات مثلا للطاقه الشمسيه، اخلي فيه استعمالات لطاقه الرياح، احاول ان انا اشوف مثلا الطاقه اللمبه الموفره وهكذا. وان انا في الميه برضه هقلل الميه واحاول استخدم الجري ووتر واعيد استخدامها. برضه في الماتيريال بحاول ان انا اختار افضل ماتيريال واحاول ما اخليش فيه هدر في المواد. ولما تبقى نستخدم نظام الجرين بيلدينج ونحاول ان احنا كل مباني تكون صديقه للبيئه ونحاول كل المباني مستكفيه بالطاقه بتاعتها وبالعكس تدي للمباني اللي حواليها، فده هيقلل استهلاك الطاقه. واحنا لو جينا نبص كده في مرحله الديزاين، التكلفه بتاعته ممكن تبقى 3% مثلا من التكلفه الكليه. في مرحله الاداره ده ممكن تبقى 17%. تمام، انت هنا مثلا ممكن تاخد سنه، ممكن هنا تاخد سنتين. التشغيل المفروض 25 سنه او اكتر، فبتلاقي فيها مثلا تكلفه تشغيل 40%، تكلفه تصليح 30%، تبديل ريبليسمنت 10% وهكذا. فبتلاقي ان احنا لو قدرنا نصمم صح وبحس ان احنا مركزين على الفاسيلتي مانجمنت، ان المبنى تقدر تديره وان التصميم يكون بيستهلك طاقه قليله ويكون تصميم سهل، فده هيخلي التكلفه بتاعه المبنى اللي هي اثناء التشغيل اقل ما يمكن. يعني بدل ما انت بتدفع فاتوره الكهرباء مثلا 10,000 جنيه، لا هتدفعها 3,000. ليه؟ لان الراجل في اثناء التصميم عمله بشكل كويس. بدل ما تدفع فاتوره الميه مثلا 5,000، لا تدفعها 1,000. ليه؟ عشان الراجل صمم صح والراجل عمل شغله مظبوط. طيب البيم بيهتم جدا بموضوع الاستدامه وبيهتم جدا بموضوع الجرين لو استخدمت صح. للاسف اغلب الناس اللي بتدخل في المجال بيركز على ان البيم هو الريفت، فبيركز على ان هو يعمل حاجه 3D وخلاص على كده، مش مدرك ان هو عمل الاعمدة الاساسيه اللي من خلالها يقدر يطلع بالعماره كلها. هو بيعمل دور اول وخلاص، انما هو عنده اسس قويه جدا فيقدر يستخدمها في مجال الاستدامه، يقدر يستخدمها في فاسيلتي مانجمنت، يقدر يعمل كل اللي هو عايزه لانه خلاص حط الاساس. هو تعب وعمل الموديل. الموديل ده كانك عملت مبنى وبتبدا تاخد المعلومات اللي فيه، فانت تقدر تاخد اكبر استفاده ممكنه من البيم. على سبيل المثال، ودي ممكن تعملها في اي برنامج من برامج البيم الرئيسيه، وهنتكلم ان في حاجات ثانيه. تقدر تدرس موضوع الشمس، لو عندك كتله بشكل دوت والشمس في المكان دوت، فالحراره تبقى هنا، تبقى هنا في ظل، هقدر ادخل الاضاءه قد ايه، الحراره قد ايه، كل الحاجات دي تقدر تدرسها من جميع الاتجاهات. فانا بالنسبه لي عشان اقدر اشتغل بيم مظبوط، انت عندك مثلا في برامج كتيره جدا ممكن تبني بيها الموديل، مثلا ممكن تعمل بالريفت، ممكن تعمل بالاركيكاد وهكذا. تقدر تدخل كل المعلومات الخاصه بالمبنى، يعني الفلور، الاوبننج، الماتيريال، عدد الادوار، اللوكيشن، المكان. طبعا هيفرق لو انت بتعمل مبنى في مصر غير لما بتعمله في المانيا. تمام، نظام التكييف اللي هيستخدم، نظام الاناره، عدد الناس اللي هتبقى موجوده، الروم كونكشن بين كل غرفه وغرفه وهكذا. طيب هتطلع لي اوتبوت ايه؟ الانرجي، استخدامات الطاقه، الكربون، الاتفاك، السولار اناليسيس. هيطلع لنا اناليسيس كتير جدا في مجال اللايتنج، في مجال العماره، ظل الشمس، الاستراكشر. ممكن تطلع لك الليد اللي هو خاص بالاستدامه، نظام النقط في الاستدامه الامريكي، ليدر شيب انرجي في الديزاين، ان انت بتحاول ان انت تعمل نظام رياده في الطاقه، وهنتكلم عنه دلوقتي. تمام، طيب فانا بدخل المعلومات وببدا اعمل التحليل اللي انا عايزه، وبعد كده بتطلع لي المعلومات اللي انا ممكن احتاجها في اتخاذ القرار، افضل ماتيريال ايه، افضل استخدام للطاقه ايه وهكذا. تمام، فهو بيبقى عندي نظام الاستدامه، ببدا اعمل ران ليه، وبتبدا تطلع لي المخرجات اللي انا عايزها. في بعض النقط انا هركز عليها بعدين، نظام ازاي ان انا ابدل المعلومات بين البرامج. طيب لو احنا استخدمنا المعلومات صح، فده بيسهل عليا
ان انا اقدر ادرس الحرارة والضوء وكل حاجة انا ممكن احتاجها. طيب احنا عندنا تحديات دلوقتي من خلال البيم لازم نقف قدامها، زي مثلا التغير المناخ، فلازم اعمل تصميم يناسب الحرارة ويناسب الحاجة الموجودة دلوقتي. عايزين نعمل حاجة مثلا زي تقف قدام نظام الكورونا مثلا وهكذا. طيب ده نظام البيم، هو احنا بنعمل موديل وبيبقى فيه كل الناس استفادوا منه، المعماري والانشائي والكهروميكانيكال والديزاين والتشغيل و وبرده الراجل بتاع الاستدامه برده لازم يستفاد منه، ولازم هو يبقى تواصل مع كل الناس بحيث ان هو يعمل افضل نظام ممكن الناس كلها تتعاون معاه وتبدا تعمل افضل تصميم ممكن. يعني ممكن الراجل بتاع الاستدامه مثلا عنده ملحوظات معينه، فيبقى الموديل قدامه طول الوقت وهو يبدا يعمل سيموليشن، ومن خلال السيموليشن ده يقدر بعد كده يقول لهم لا معلش عايزين نغير حاجه في الديزاين. فزي ما تشوف كل الاقسام موجوده كلهم بيتعاونوا، ولو كل واحد حط المعلومه بتاعته توصل لبقيه الاقسام، ودي من اهم الحاجات في مجال البيم. طيب دلوقتي كل واحد بيعمل الموديل بتاعه، وبعد كده عشان لو احنا بنستخدم برامج مختلفه فبنرجع لنظام اسمه الاي اف سي، بنصدر الشغل ويبدا يبقى عندي موديل بيم واحد تقدر تعمل له موضوع المحاكاه. الاي اف سي اندستري فاونديشن كلاسز هو ده معمول من خلال الاتحاد المنظمات ذات برامج البيم، عملوا نظام كده الناس كلها تقدر تتبادل المعلومات من خلاله، بحيث ان انت تقدر تشتغل في اكثر من برنامج وكلكم بتتبادل المعلومات في حاجه واحده. دي المنظمه اسمها بيلدنج سمارت، عملت كذا حاجه من اشهرها الاي اف سي، من خلاله بتقدر ان انت تعمل شغلك على مثلا برنامج زي برنامج الاركيكاد، بتعمله مثلا جزء معماري، والاستراكشر تعمله على تكله، والميكانيكا ممكن تعمله مثلا على الريفت، وتقدروا انتوا الثلاثه تتبادلوا المعلومات او تحطوها في مكان واحد وتعمل له السيموليشن بتاعه. طيب مين اللي ممكن يكون معاك في البيلدنج سيموليشن دوت؟ الديزاين، اركتكت، الماستر بلاننج، كل الاقسام. طيب عندنا كذا نظام من الريتنج سيستم. عندنا نظام حلو جدا اسمه ايجيبشن جرين بيلدنج او الهرم الاخضر، وده فيه ميزه حلوه قوي ان هو بيدي نقطتين لو انت بتستخدم البيم، ثلاث نقط لو انت بتستخدم البيم مع الاستدامه، اربع نقط لو بتستخدم البيم مع الفاسيلتي مانجمنت. وده نظام موجود في مصر وفكرته حلوه جدا ولذيذه جدا، ونتمنى ان هو فعلا يكون معتمد والناس كلها تبدا تشتغل بيه، او على الاقل كل المباني يبقى فيه مينيمم ريكويرمنت، يعني مش لازم تحقق اعلى درجه اللي هي اللون الاخضر هنا في الجرين بيلدنج، لا على الاقل يبقى فيه مينيمم، يبقى اساسي والمبنى ما اشتغلش الا لو هو مثلا بيحقق نوع معين من انواع التوفير او على الاقل عدم الهدر. طيب في نظام اللي هو البريم، ده نظام الاستدامه اللي موجود في بريطانيا وفي دول كتيره جدا بتشتغل عليه، زي برضو نظام الليد في دول كتيره جدا بتشتغل بالليد، الليد الامريكي، انما البريم بريطاني، في دول بتشتغل بده ودول بتشتغل ده، والاكثر شهره الليد. في دي جي ان ده اللي هو موجود في بريطانيا، في الاستدامه ده موجود في الامارات، في الجي ساس ده اللي موجود في قطر، استدامه في الامارات وجي ساس في قطر، تمام، وفي طبعا الارز في الاردن وهكذا. طيب خلينا ندي نقف وقفه هنا، هتزعل ناس كتيره من الناس اللي واخده الشهادات ديت، بس خلينا نقولها. بص اللي فاضل، ممكن الغرض مش ان انت تحصل على الشهاده، الغرض ان انت تعمل مبنى صديق للبيئه. فلو في نقط هتاخدها بس هتعمل حاجه غير صديقه للبيئه ما تعملهاش. يعني مش الهدف ان انا اجيب 90%، طب اقدر الرقم اللي انا هجيبه دوت، انا عارف من جوايا ان بالنسبه للمشروع ده الارقام دي مش هتكون مناسبه. الاساس بالنسبه لي هو الانسان وليس الليد وليس البريم وليس الايجيبشن جرين بيلدنج وليس اي حاجه خالص، الاساس بتاعي راحه الانسان. فلو انا في حاجه هعملها في المبنى بتاعي ليها حالات خاصه او ليها يعني ظروف خاصه ما تعملهاش، المهم ان انت تبقى كل هدفك مش مجرد ان انت تحصل نقط. الليد او البريم او دي ريتنج سيستم، هو بيقيس، وليس معناه ان هو ده الاستدامه، الاستدامه حاجه ثانيه، هو بيديك بعض النقط اللي انت تتعلم عليها صح، كان مثلا كشف حضور وانصراف كده، انت بتقعد تتعلم صح 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 صح، تشوف انت حققت ايه وايه اللي ناقص لك عشان
تعمل مبنى صديق للبيئة مش عشان تحقق النقط، فتركيزك كله على راحة الإنسان. طيب عشان نفهم الموضوع، في مشروع موجود هنا في الخليج قال لك هتاخد نقط لو انت شجعت الناس تيجي الشغل بالبايسكل او الدراجة الهوائية او العجلة بتاعتنا. تمام. طيب مين هيجي الشغل بتاعه في الخليج بيركب عجلة؟ نادر جدا. فانت بتعمل تكلفة ومفيش حد يستخدمها، وهضطر تعمل شاور جنبيها. مين المدير اللي هيجي بالعجلة وبعد كده هينزل وبعد كده يدخل الشطف وبعد كده يدخل هنا؟ ده العرق مستحيل يعني، هو لازم يجيب معاه هدوم وغيرات ويخش يستحمى عشان يدخل. يعني نادرا جدا 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 لما تلاقي حد راح شغل بالعجلة. تمام. اللي بيركب العجلة بيبقى عارف ان هو هيعرق 100%، فبياخدها في وقت غير الشغل. يعني قبل الشغل بدري يلعب شويه بالعجله وبعد كده يرجع ياخد دش وبعد كده يروح الشغل، انما مفيش حد هيجي الشغل بعجله. فده انت بتخسر، كسبت نقط بس عملت حاجه غير منطقيه، عملت حاجه انت عارف انها مش هتستخدم، عملت حاجه تكلفه على الفاضي. فلا، الافضل ان الواحد يعمل الصح وما يعملش الفكره دي. تمام. الا لو في حاجه تانية عرفت انت مثلا تعمل نظام معين او الناس ساكنين معاك في قلب المكان فكلهم هيجوا في 5 دقايق وهكذا، فيعني تبدا تدرس هل هتبقى مفيده ولا مش هتبقى مفيده. تمام. وهكذا. ففي نقط كتيره جدا في الانظمه ديت ممكن انت تحس انها بعيده قريبه، ده خاص بامريكا مش منها. فلازم الواحد ما يحفظش الحاجه، لا يشغل مخه هل دي هتبقى مفيده فعلا ولا مش مفيده. لما تقرا النقط وتتعمق فيها هتلاقي ان في بعض النقط مش مناسبه لبلادنا، في نقط مناسبه وهكذا. يعني ليه مثلا بيديك 17 نقطه لو انت بنيت جوه المدينه؟ يعني لو انت بنيت مثلا في رمسيس تاخد نقط، لو بنيت في الصحراء تخسر النقط دي كلها. ليه؟ هو عايز الناس ما تهاجمش على الغابات، احنا مش عندنا غابات، احنا عندنا صحراء، عايزين الناس تخرج للصحراء. عشان كده الافضل ان احنا نعتمد على نظام زي الايجيبشن جرين بيلدينج، ده نظام معمول في مصر والناس تعبت فيه وعملت شغل هايل جدا، واتمنى ان هو ينتشر. فدي كل طبعا نظام بيركز على بعض النقط، في بعض الحاجات بيركز على السلاك الميه، في بعض الحاجات بيركز على الانرجي، في حاجات بتركز على الماتيريال، في حاجات بتركز على الاندور انفيرمنت كواليتي جوده الهواء الداخلي، في حاجات بتركز على الانوفيشن والاختراعات، وفي حاجات بتركز على الموقع. كل نظام اللي احنا قلناهم دول بيبقى اقوى في بعض النقط وفي بعضهم بيهمل النقط ديت وهكذا. يعني انت بقى حاول انت تستوعب وتطبق، ومش لازم تحصل على شهاده. يعني مش لازم ايه المشروع ده هنطبق هناخد فيه شهاده ايه، لا هو الراجل مش عايز الليد ولا عايز اي شهاده خالص من الشهادات اللي احنا قلنا عليها دي، خلاص يبقى هنشتغل ايه زي ما احنا عايزين. لا، برضه خد الافكار، واي مبنى حتى لو مبنى صغير، حتى لو المبنى ده مش عايز ياخد الليد، حاول تطبق الافكار بتاعه توفير الميه، توفير الكهرباء، بحيث ان انت تعمل حاجه حلوه للانسان، ان هو يقلل استهلاك الطاقه، يقلل استهلاك الميه، يعني يستفاد اقوى استفاده حتى لو بشهاده. الغرض مش شهاده، الحاجات دي بتفيدني ابقى عارف ان انا رايح فين، بس مش معناه ان انا خدتها يبقى كده 100%. لا، حتى لو انا مش واخد شهاده والموضوع ده ما فيهوش شهاده، وانا مش المهندس اللي بتاع المشروع، انا مهندس التكييف او مهندس المعماري او مهندس الكهرباء، ابدا اشوف ايه اللي مناسب ليا وابدا اخدهم. طول الوقت انا بحاول استخدم البن كوسيله ان انا اقدر اعمل افضل تصميم ممكن، ان انا اقلل الكهرباء، اقلل الميه، اعمل سيموليشن. حتى لو انت بتستخدم بيم حاول تخلي في دماغك ايه الافكار اللي تخلي الانسان مستريح في المكان دوت. اشوف الاناره الطبيعيه، يعني على سبيل المثال مثلا باشمهندس حمود يوسف كان قال نقطه حلوه قوي، ان ممكن يكون عندي انا برج طويل قوي مثلا. تمام. فممكن اعمل مثلا بكل مثلا 10 ادوار دور ده للاطفال، للناس تقعد فيه قاعده كده مريحه، يكون فيها زرع كده. انا حليت مشاكل كتير جدا كانت بتبقى موجوده، امراض بتحصل نتيجه العيش في الابراج الكبيره، فهو منحبس عن نفسه، ما بيخرجش، ما بيقابلش حد، ما بيلعبش، فهو قدر يوجد حلول للمشكله اللي موجوده. فاحنا ممكن نعمل برضو ايه كده، طول ما انت بتبني حاول تفكر ازاي اخلي راحه للانسان، ازاي اخلي فيه مكان للطيور مثلا تقعد فيه وهكذا. يعني حل خلي فيه ابداع من عندك. طيب الحاجات اللي احنا مركزين عليها، الصن، الشادو، الرياح، السولار لود، الهيتنج اند كولينج لود، الديلايت، الكربون، طبعا السي اف دي اللي هو
الهواء هيمشي ازاي واتجاهاته وسرعته، وعندنا الراحة الحرارية اللايف سايكل اسيسمنت، كل الحاجات دي لازم اكون مستوعبها وبفكر فيها طول ما انا بصمم. يعني انت بتصمم تكييف، ايه افضل حاجه ما عايز اخلي فيه نوع من انواع الاعتماد على الطاقه الحراريه؟ عندي مثلا مشكله في السي اف دي، اقدر اعمل الموديل على البيم، واقدر اعمل المحاكاه على برامج زي انسيس زي سي اف دي بتاع اوتوديسك وهكذا. دي على سبيل المثال بعض المحاكاه فيزيكال مود الموديل، بتبدا تعمل موديل وتبدا تشوف طريقه الانتقالات، السان لايت، المحاكاه للصوت، في برامج قويه جدا لموضوع تحليل الصوت دوت، تقدر تديك اقتراحات كويسه جدا. الشادو رينج، الويند اناليسيز، الحاجات دي كلها لو عملت الموديل على البيم وصدرتها لبرامج متخصصه في كده فده قوي جدا. يعني في برامج متخصصه في موضوع الانرجي بس بتاخد وقت في ان انا اعمل موديل. تمام، كان زمان ايه، تعمل موديل على الكات وبعد كده تروح توديه كل برنامج من دول، في كل برنامج من دول تبدا تاخد لك مثلا وقت تبني الموديل عليه، وبعد كده لو حصل اي تعديل في الكات مضطر ان انت ترجع تعمل التعديل ده في الموديل بتاع البيم، زي مثلا برنامج الايكوتكت. لا دلوقتي بتعمل موديل وبعد كده تبعته كل البرامج دي تطلع لك وترجع لك النتيجه على طول. لما بتروح للبرنامج بيقول لك ده انا معايا موديل 3 دي، انا هعمل ايه؟ هعمل بس رن، اعمل رن للبرنامج خلاص يجي لك النتيجه. حصل اي تعديل تروح بعت لهم التعديل يروح عامل لك رن ويرجع لك بنتيجه. فاصبح الموضوع اسهل بكتير، يعني الجهد الكبير اللي احنا كنا بنزرعه قبل كده مش محتاجين ان احنا نكرره. هنا برضو شادنج، تحليل الشادنج على السيرفيس نفسها تبقى عامله ازاي، السيرمال اناليسيز، الشادو رينج، الانتيرير سولار اكسس. طب الطاقه الطبيعيه هتيجي هتنور لي دي، طب لو فتحت شباك اكتر هتنور اكتر، طب وهكذا. فبتبدا تعمل التحاليل كلها اللي انت عايزها، الاناليسيس كلها اللي انت محتاجها. فاحنا بنبني الموديل وبندخل المعلومات الخاصه بالرياح وبندخل الاتشفاك سيستم وبندخل الانترنال روت، كل المعلومات دي بندخلها على البرامج فتطلع لك النتيجه. فاحنا عندنا البيلدنج بيرفورمانس سيموليشن، بنبدا ندخل المعلومات كلها الموديل بيم، طبعا بندخل فيه كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. فاول ما بيدخل هناك ما بيحتاجش منك حاجه، يعني الهاب مثلا بتاع الاتشفاك كنت تقعد تعرف غرفه غرفه وكل غرفه بتعرف فيها حاجات فكان تاخد لك مثلا اسبوع تدخل المعلومات. انت دلوقتي بتدي له موديل جاهز فيه كل اسامي الغرف، ما عليك ان انت تعمل رن يبدا يجيب لك النتيجه، فبيوفر لك وقت كتير جدا. والسيموليشن اهوت بتبدا، اهم حاجه بالنسبه لي الاشخاص، وبندخل الراحه الحراريه بتاعتهم وراحه العين، وندخل المعلومات بتاعت البيئه والشفاك سيستم والمعلومات. هنا برضو اول حاجه طبعا بنعملها قبل ما نقعد في المكان بان احنا بنعمل سايت اناليسيس، بنبدا نشوف سايت اناليسيس. وفي برامج معينه بتختار لي افضل موقع، لو انا ما عنديش موقع لسه مش شايفش موقع عندي مكان كبير، ممكن ابدا اقول له اعمل لي سايت اناليسيس ووجد لي افضل مكان اقدر احط فيه المشروع بتاعي. تمام، طيب في ممكن تعمل الموديل بالشكل دوت، ده مثلا كان معمول على برنامج الريفت، عملنا الموديل كده وقلنا بقى اسامبلي ماس موديل، وبعد كده طلعنا كذا اوبشن وبدانا نختار افضل اوبشن فيه. وممكن تدخل تفاصيل الغرف وتبني الغرف وتعمل كل حاجه وبعد كده تقول له اعمل لي تحليل ليها فيبدا يجيب لك المعلومات بتاعتها. برضه موضوع الكربون مهتمين جدا فيه في بريطانيا، فمن خلال البيم بتاع الموديل وتبدا تشوف افضل قرارات ممكن تاخدها عشان تقلل استخدام الكربون. لما المبنى بيطلع كربون فهو بيحاول ان هو يقلل الكربون. برضه موضوع الماتيريال، استهلاك الماتيريال قوي جدا، فاحنا في البيم بنحاول نقلل استخدام الماتيريال. تمام، وبنحاول نختار افضل ماتيريال نقدر نعتمد عليها في المبنى. ده مثلا في الريفت اهوت بتبدا تعمل تحليل، في برنامج اسمه تحليل بيبدا يجيب لي ريبورت بالافضل ماتيريال واستخدامات الماتيريال وكل حته. طبعا انت بتدخل طبقات الماتيريال فهو يبدا يعمل لها تحليل، بيبدا يعمل تحليل لقاعده البيانات اللي موجوده. هنا برضو بيبدا يجيب لك الحصر لكل حاجه فتبدا تشوف هل الاستهلاك بتاعك فيه اي مشاكل. الاستخدام بتاعت الماتيريال ممكن نفس التصميم بتاعك تعمله باكثر من ماتيريال فهو يبدا يجيب لك افضل تصميم فيهم ايه. وبرضو موضوع الوتر، يعني حتى في بعض البرامج بيبدا ياخد الموديل ويقول لك مثلا لو انت مستخدم مثلا حوض عادي، لو انت استخدمت حوض مثلا موفر للميه ثلث التكلفه ده هيرجع لك
كمان سنة، كمان 6 شهور، كمان سنتين، فيبدأ يديك المعلومات وانت تاخد القرار. واللي حدث عليه ان المدينة كلها تكون فيها استدامة، يعني لو كل بقى بنتعامل بفكرة الاستدامة ده، فاكيد استهلاك المية في المدينة كلها هيقل، الاستخدام الافضل للطاقة وهكذا. ونقدر نعمل المباني يكون مثلا التصميم بتاعها مظبوط، بحيث ان يبقى فيه زي زمان كده كان بقى فيه ملقف للهواء ويبدأ الهواء يتحرك وهكذا، فدي الحاجات دي بتبقى ممتازة. وبرضو تحليل لللايتنج مثلا، تمام، انت ممكن مثلا تعمل اناره وبعد ما عملت المبنى كله اكتشفت ان الاناره اقل من اللازم او اكتر من اللازم، فاحنا بنحدد حسب استخدام المبنى. في برنامج مثلا بيسطب جوه ريفت بيبدا يعمل لي تحليل للمبنى ده. الدي لايت موديل اهو بالشكل دوت، فبيبدا يشوف الاضاءه، فانت ممكن تزود اضاءه، ممكن تقللها، ممكن تغير نوع الاضاءه وهكذا. دي الاضاءه الطبيعيه مثلا داخله من هنا وتتوزع بالشكل دوت، في اماكن مش بيوصل لها اناره اللي هي اللون الازرق دوت، فتبدا تدرسها وتشوف ازاي تحسن التصميم. دي مثلا الغرفه اهيت، فبتبدا يجيب لك تحليل لموضوع وهكذا. دي اكتر من غرفه. طيب ممكن برضه تعمل الدراسة للشمس، تقدر تشوفها على شكل فيديو. برنامج الريفت بيديني امكانية ان انا اعمل دراسة للشمس وللظل عن طريق ان انا في الثري دي اجي هنا اقول له فعلي سنباس اون، فبيبقى موجود قدامي. ده كده الدراسة بتدرس يوم 1 يونيو من الساعة 4:30 للساعة 8، هيبقى الشكل الظل هيبقى عامل ازاي. اقدر احرك الشمس بالطريقه ديت، تمام، اقدر اجي هنا اقول له خليها شديد، تمام، اجي هنا اقول له فعل لي الشادو، ده شكل الشادو. هبدا اغير اشوفه هيبقى مثلا الساعه 2 مساء هيبقى شكل الظل عامل ازاي بالشكل ده. طيب كده احنا بندرس وقت معين، ممكن اقول له انا عايز sun setting واقول له still، ده اللوكيشن بتاعي هو هنا في المانيا. لا اقول له احنا مش في المانيا، يا ريت كنا في المانيا، هات لي ايجيبت او كايرو، هيبدا يجيب لي المكان اللي انا اخترته. تمام، دي خريطه بسيطه انترنت مابينج. ممكن اقول له لا ديفولت سيتي ليست، هات لي القايمه بالمدن وانا هختار. تمام، فاقول له كايرو اهيت، تمام، هيبدا يجيب لي درجه الحراره والرطوبه والتايم زون المنطقه الزمنيه، هيبدا يختارها، فده طبعا هياثر على شكل الظل في الوقت دوت. طيب هاجي اقول له هنا sun setting، ده الديت اليوم اللي هيعمل دراسه، ده التايم الساعه كام، هقول له سنجل دي هات لي يوم معين، فبيقول لي كل واحد من دول بيبقى فيه اعدادات جاهزه، سنجل ديت مثلا، مالتيبل ديت، لايتنج. تمام، تقدر تيجي هنا مثلا تقول له انا عايز ابدا حاجه جديده، يعني مثلا اجي هنا اقول له سيف سيتنج، اقول له سيفها لي بحيث مش كل شويه اقدر مش هقعد ادور عليها، اقول له بيخليها لي 6:1. تمام، بحيث ان انت تقدر تبقى محتفظ باكتر من تاريخ، بحيث تقدر تيجي تجيبه بسهوله. يعني ممكن تقول له دوبلكيت، تغير من 1:6 دي تخليها مثلا 1:8. واحد تمانية اهيت، تمام، وتعمل حاجة جديدة او تعمل لها دوبلكيت او ديليت لو انت عايز مش عايز تاني. فهقول له مثلا دي 1:8، اوكي، ونلغي 1:6 طلع عشان لازم الكوابيس ما يزعلوش. سنجل ديت هنعمل دراسة على يوم واحد، ده اللوكيشن، ده الديت بتاعنا اليوم كذا، التايم من الساعة كذا للساعة كذا، التايم هيبقى مثلا مثلا ساعة، ربع ساعة، نص ساعة. الجراوند بتاعي فين، ممكن مثلا يكون الجراوند بتاعي اول دور او تاني دور، هو بيجيب لي الليفلات فانا بختار انه واحد فيهم الجراوند، لان ممكن يكون في بيزمنت ممكن يكون، فانا بختار الجراوند اللي هيبدأ من عنده الظل. يعني مثلا لو قلت له ده ليفل 2 او خلينا نجيب مثلا روف، شكل الظل اختفي تماما. تمام،
عن لما اقول له ليفل 1. طيب انا دلوقتي اقول له مالتي دي يعني اكتر من يوم، فاقول له الديب بتاعي من يوم كذا ليوم كذا، يعني مثلا انا هبدا من يوم 17 مثلا ليوم 20، تبدا تختار فتره زمنيه تبدا تعمل فيها الدراسه من الساعه كذا للساعه كذا. اللايتنج بيبدا بقى تقول له مثلا انا عايز سان لايت فروم توب رايت، وهنا ما بحددش بقى المكان وما بحددش الوقت، لا ده انا بحدد الشمس مكانها فين والزاويه بتاعتها فين، يعني ارتفاع الشمس فين والزاويه بتاعتها فين. نعم، كل دي حاجات بتساعدني ان انا اشوف اتخيل شكل الظل، هل غطى على الجيران، هل الجيران هم اللي غطوا عليه، وهكذا. هاجي هنا اقول له من الساعة 5 صباحا ل 5 صباحا، ماشي. طيب بعد كده لو انا عايز اشوف المسار دوت فيديو، اجي هنا اقول له اكسبورت، اعمل اكسبورت للدراسة ديت، وهقول له انا عايز ايمج سولار ستادي، فبيبدا يقول لي هل انت عايز كل الفريمات ولا فريم رينج من كذا لكذا. يعني ممكن اقول له بدل كده لا انا عايز بس ايه جزء معين منه، انت عايز كام فريم في الثانية، عايز الفيجوال ستايل اللي هو دوت، عايزه هيدن لاين ولا شيدد ولا شيد ويز ايدج، الابعاد بتاعت الفيديو اللي هيطلع، زوم تو هيعمل زوم قد ايه من المقاس الحقيقي، عايز يكتب لك كده في الجنب التايم اند ديت. تمام، هقول له اوكي، فيقول لي انت سيفها اي في اي في المكان الفلاني، خلينا نقول مثلا في الدوكومنتس، وهقول له سيف. بيقول لي انت عايز تضغط قد ايه، اقول له ما تضغطش، بعد كده ابقى اضغط انا باي برنامج من برامج الضغط، او ممكن تخليه يضغط زي ما انت عايز. ده مثلا مول سكاي لايت بيبدأ تعمل تحليل للمول. وانت بس مجرد في اي مكان تعمل فيه الموديل بتبدأ تدخل المعلومات الخاصة بيك، يعني مثلا دي ادفانسد انرجي سيتنج، دي موجودة في قلب المانج، بتبدأ تدخل فيه خصائص المشروع وتقول له مثلا انا عايز البيلدنج طيب نوع كذا، مجرد ان انت غيرت النوع هو بيغير الاعدادات الخاصة بالحرارة والحاجات دي كلها، لان طبعا استخدام الاوفيس غير استخدام النادي غير استخدام الفندق وهكذا. استهلاك المية مثلا في الكنيسة بيختلف عن المسجد، المسجد ممكن تعمل مثلا على انه مثلا نادي صحي، يعني الناس مثلا بتتوضى كتير وهكذا، ففي استهلاك مية اكتر. تمام، مش هتلاقي في الكود الامريكي مثلا مسجد، بس هتلاقي فيه نادي صحي، فممكن تاخد استهلاك المياه اللي فيه. الاشباك سيستم تقدر تختار النظام اللي انت عايزه، سواء في 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 سواء هتعمله سبيلت هتعمله تشيلر وهكذا. معلومات خاصة بيه لو الدور اير انفورميشن، كونسبشوال تايب، الاسكيماتيك تايب، كل واحدة من دول بيبقى ليها تفاصيل، مثلا نوع الفلور اليو فاليو بتاعتها قد ايه وهكذا، فبتبدأ تعمل تحليل للمبنى. طبعا في برامج بتبقى متخصصه للمودرن زي الاي اي اس، ده بيبدا يدرس مثلا الرياح للمدينه كلها بشكل دوت. ده الزرار اهوت اللي فات، ده برضو الزرار في قلب البرنامج ان انت تدرس الرياح للمدينه كلها، وهو ده برضو السولار بتدرس بقى في الصيف وفي الخريف وهكذا في كل الشهور. برضو ممكن تدخل معلومات خاصه بالهيتنج اند كولينج لود بالشكل دوت، كل روم تقدر تدخل لها المعلومات الخاصة بيها، اللي هو دي من كل انجلود كالكوليشن. ده برضو الوزر داتا، تقدر تعمل الخريطة ديت حسب المكان اللي انت موجود فيه، فلازم تكون محدد المكان اللي انت هتبقى موجود فيه.
ده هنا مثلا المبنى اهو، كل مكان بتبدأ تحدد المعلومات الخاصة بيه. هنا برضو الاناليسيز الاير فلو، بيبدأ يرسل الاير فلو لان كل مبنى بيأثر على الاير فلو للمباني اللي حواليه. يعني لو انت مثلا ساكن هنا وما حولكش اي مباني خالص، فالرياح هتيجي بشكل اقوى، انما لو يكون في حواليك مباني بتقلل الاير فلو. السلام عليكم، دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فيديو لحركة الشمس حوالين المبنى. ممكن تخليه بالشكل دوت، تمام، او تصفه في 3D بالشكل دوت زي ما تحب. طيب خليني اظهره كموديل، خليني اظهر الشادنج الظل، واقدر اختار من هنا بحيث ان انا احركه بالزاوية اللي انا عايزها. ممكن تقول له انا عايز اتحرك بالشكل دوت، تمام، خلينا نشوف بشكل دوت. طيب هقول له اظهر لي المسار بتاع الشمس، تقدر تشوفه بالشكل دوت، وفعل الظل وابدا وريني الفيديو هيبقى عامل ازاي بالشكل دوت. طيب انا عايز اسجل الفيديو دوت، هاجي هنا ده الريكورد، ادوس عليه، ابدا اختار مكان اصدر عليه الفيديو اهوت، تمام، الجودة بقى قد ايه، تمام، اقول له اوكي وابدا ادوس، هيبدا يسجل بقى معايا ثانية 2 3 4 5 زي ما تحب. تقدر توقف شوية بيوز او تقدر تقول له ستوب. لما تقول له ستوب وتشغل يبدا يشغل لك الفيديو اهوت. خلاص هو صدر لك الفيديو API، مش محتاج ان انت تدور على لمبة تصدير. اصبح في ملف اهوت، تقدر تشتغل عليه. لو خلصت ممكن تقول له مثلا انا محتاج الملف دوت او ديليت، يروح يلغي الملف. نقول حواليك الباسيف ديزاين، ودي الحاجه اللي احنا بنحاول نوصلها، ان هو عايزين نعمل افضل تصميم ويكونش فيه هالك كتير ويكونش فيه استهلاك اكتر من اللازم. احنا عايزين كل المبنى يكون فيه هو بيقدر يعمل الطاقه اللي هو محتاجها. يعني تخيل مثلا مدينة ما بتحتاجش كهرباء مثلا، او ما بتحتاجش طاقة من برا، وهي بتعمل الكهرباء اللي هي محتاجاها من خلال مثلا الطاقة الشمسية، محتاج طاقة الرياح وهكذا. فاحنا هنا مثلا بندرس السي اف دي بحيث ان الشخص يبقى موجود، يبقى حاسس براحة نفسية، تمام. مجرد ان الهواء بيمشي في قلب الغرفة ده بيخلي الواحد عنده انتعاش، وبالذات لو الهواء غير منتظم، يعني مش تكييف او مروحة، لا هو طبيعي، فبيبقى في راحة نفسية اكتر. وطبعا بقى في سيموليشن للراحه النفسيه، الهواء مثلا هيجي في التكييف كده. طب تخيل كل تكييف هنا سبلاي واللي هنا ريتيرن، فالهواء كله بيجي مثلا بالشكل ده من هنا لهنا، فهنا بيبقى قوي مثلا وهنا بيبقى ضعيف، فتبدا تدرس. طب لو عملنا واحده هنا وواحده هنا وهكذا، طب لو عملنا اللي جنب الباب مثلا ريتيرن او سبلاي، انا الافضل. فاحنا بنعمل المحاكاه، بس لازم يكون عندي داتا بيسز ويكون عندي كل المعلومات اللي اقدر اعتمد عليها قبل ما ادخل على برامج السيموليشن. يعني انا بيبقى عندي مثلا اتجاه المبنى هيأثر كتير جدا، الواجهه الازاز لازم ندرسها، لازم نختار اني زجاج يكون مناسب للمشروع في المكان الفلاني، درجه الحراره، اللاند سكيبنج، كل الحاجات دي بتأثر على الحاجات، فلازم نكون عاملين حسابنا فيها. طيب لو احنا اتكلمنا على السوفت وير، فاحنا بنلاقي برامج كتيره جدا. في بعض البرامج بتبقى مقبوله من الليد، يعني الليد بيقول البرامج دي النتيجه بتاعتها انا قابلها، انا معتمدها. وفي بعض البرامج يعني سيميليشن قويه جدا بس مش معتمده من الليد، لما بتاخد للليد التقرير ما بيقبلوش. طيب ايه الحاجات اللي معتمده من الليد؟ الدي او اي 2 الكويست الفيجوال، دي او اي الانرجي بلس. الانرجي بلس يعتبر المحرك الاساسي اللي فيه كتير من البرامج معتمد عليه، زي مثلا الديزاين بلدر معتمد على المحرك بتاع الانرجي بلس. برنامج الهاب اللي هو كارير هاب، في تريس، في اي اس، وهكذا. في بعض البرامج بتبقى معتمد على الليد، بس الليد مش معتمد التقارير بتاعتها. طيب في الريفت بيعمل شويه حاجات قويه جدا، وبعد كده في برنامج اسمه انسايت 360. الانسايت 360 دوت عباره عن موقع بياخد المعلومات اوتوماتيك من الريفت. يعني لما تفتح الريفت بتلاقي في قلب الاناليسيس جزء خاص كده اسمه انسايت 360، بتدوس عليه بيبدا يرفع لك المعلومات على انسايت 360، ويبدا بقى تدخل جوه المبنى، فيبدا يعمل لك المقارنات، ويبدا يجيب لك
كفاءة الكهرباء، كفاءة المية، وهكذا. ويبدأ يديك اقتراحات للتحسين. فهو الشغل كله على كلاود، يعني انت مش بيعتمد على الجهاز بتاعك، لا هو بيطلع المعلومات على النت، وبعد كده يعمل الاناليسيز، وبعد كده يبعت لك الريبورت. بتلاقي فيه سولار اناليسيز، بتلاقي فيه لايت اناليسيز، هيتنج اند كولينج لود، وهكذا. جنريت انسايت. السلام عليكم. النهارده هنتعرف على برنامج انسايت 360. ده البرنامج دوت بينزل الادنس بيسطبه، فبيظهر معاك في الانالايز. ده بيعمل تحليل للحراره والبروده واللايتنج والسولار للمبنى، تمام. هو البرنامج سهل وبسيط جدا، بياخد المعلومات الموجوده عندك ويبدا يقيمها، وتقدر تعدل بعض القيم بحيث تبدا تشوف التأثيرات هتبقى قد ايه في التوفير او في الطاقة. طيب في البداية لازم اكون محدد اللوكيشن بتاعي، ده محدد المكان اللي هيبقى فيه المبنى على اساس يبقى عارف درجة الحرارة قد ايه واشعة الشمس وكل المعلومات ديت. بقول له كرييت انرجي موديل، فبيبدأ يعمل لي انرجي موديل للمبنى دوت. بعد كده بقول له جنريت، بقول له استخدم المعلومات اللي موجودة في المشروع. بعد كده هقول له هيتنج اند كولينج، بيقول لي لسه هو بيعمل جنريتد، استنى شوية بليز تراي اجين ليتر. نجرب تاني، نقول له هيتنج اند كولينج، فبيبدا يجيب لي تقرير بالاحمال وكل تفاصيل اللي انا عايزها، ملخص للمشروع بالبيلدينج سامري، كل زونه بيجيب المواصفات بتاعتها، السبيس. بيبدا يجيب لي كل حاجه خاصه بالهيتنج اند كولينج. طيب دلوقتي هندخل على اللايتنج، بيبدأ بيقول لي ويلكم تو انسايت لايتنج انالايز كول سيرفر سيرفيس اوف فور ريفيت. بيقول لي ابدأ حضر المعلومات، ان انت مثلا تدخل معلومات اللوكيشن، شغل المانج انالايز كوست. بقول له اعمل لي انالايز جديد، هو بيبدأ ياخد المعلومات اللي موجودة في داخل المبنى اللي احنا حطيت، انت مثلا لايتنج، حطيت الغرف كلها، بيبدأ يعمل الحسابات بتاعتها. فبيقول لي انت عايز ان نوع من انواع الانالايز الليد، هقول له اديني ليد فيرجن 4، تمام. الريزوليوشن هقول له تشيك برايس، ممكن اقول له ايميل، يعني اول ما تخلص ابعت على الايميل دوت. فهو بيبدا يخلص يعمل انالايز ويبدا يبعت لي ويبدا يبعت لي الانالايز بتاع اللايتنج. بيجيب لي رساله بيقول لي سيف بروجكت اول انالايز ار ابلودد اند رانينج، هقول له اوكي. اول ما التحليل بيخلص بيجي لي ايميل بيقول لي ادخل على الموقع، هتلاقي التحليل بتاع الموقع بتاعك جاهز. فبدخل على الموقع اونلاين، بتلاقي تحليل لكل حاجة، تكلفة المبنى او اللي هيوفره، ولو انا مثلا عدلت في تعديل معين التأثير ده هيبقى عامل ايه قد ايه للمبنى. دي كلها عوامل ممكن اغير فيها بحيث تغير او تقلل التكلفة للمبنى. هنا اقدر اشوف المبنى وانا على انترنت على اي متصفح، اقدر اعمل اوربت الف حوالي كده، تمام. اقدر اجي الف من هنا، او اقدر اقول له بدل اوربت اعمل لي فري اوربت،
بحرر في الحركة بتاعتي اكتر. هنا اقدر اتحرك كده كأن انا ماسك الموديل واتحرك بيه، اقدر اعمل زوم ان واوت، اقدر يبقى كان في شخص موجود كده وانا ماشي على المبنى، تمام. اقدر اشوف كأن في مثلا كاميرا في التو فيو بيعمل زوم على المبنى، بغير العدسة بتاعتي. اقدر اعمل رول، دي كلها مجرد بس ان انا اقدر اتحكم في رؤية المبنى واقدر اشوفه زي ما انا عايز، ماشي. اقدر ان انا اعمل سيكشن انالايز بحيث ان انا اقدر اعمل له موف، ابقى شايف انهي جزء من المبنى اللي انا عايز اخفيه والباقي كله اظهره بالشكل دوت. تقدر تخليه من اي ناحية فيهم كده. انت ضفت بوكس تقدر تشيل البوكس ده في اي وقت. اقدر اقيس مثلا من هنا لهنا ويجيب لي المعلومات اللي انا عايزها. اقدر اقول له اكسبلود موديل، يعني خلي لكل جزء يبعد عن التاني بالشكل دوت. بيعمل المبنى كله بالتفكيك، نعم. اقدر اشوف الموديل الاجزاء بتاعته بحيث ممكن اطفي اي حاجة جزء، مثلا بيقول لي المبنى ده مكون من ايه، الاجزاء المكونة منه المبنى. دي التكلفة لكل متر مربع في السنة. لما بنغير بعض العوامل بتلاقي الحاجات دي بدأت تقل وتزيد. ده هنا الخصائص، هنا سيتنج اقدر اقول له مثلا انا عايز الباك جراوند بتاعتي فاتحة شوية او غامقة. تمام. اقدر اشوف الموضوع ده فول سكرين بحيث ابقى مركز على المبنى بالشكل دوت. تمام. تقدر بقى تبدا تشوف العوامل التانية زي مثلا الوول مثلا. تقدر دي انواع الوول، فتقدر تحدد مثلا لا ده انا مش عايز الانواع دي كلها، انا عايز انواع معينة، فالتكلفة بتتغير لأن أنا عايز أقل تكلفة. تمام. ممكن ننزل مثلا للتكييف، اللايتنج مثلا تبدأ تشوف التكلفة بتاعت اللايتنج تقدر تتحكم فيها، التكلفة بتقل. يعني بستغنى عن الحاجات اللي بتتكلف أكتر وأركز على الحاجات اللي هي هتكلف أقل وأشوف ده هيأثر ولا لأ. ممكن تكون تعديلات كتيرة مش هتأثر غير في حاجات قليلة. اللود في شاستي الاتشفاك تكييف اهوت. لو احنا خدنا قرار ان احنا هنشغل بالطاقة الشمسية، فعايز اعمل دراسة اشوف الطاقة الشمسية توفر لي قد ايه. فبجي هنا من انسايت واقول له سولار، بيقول لي انت عايز نوع الدراسة انوال ولا عايزها كاستم، هتختار حاجات معينة. والسيرفيس، هل انت عايز كل الروف ولا عايز جزء معين من الماس ولا جزء معين من الروف. هقول له هنا انا عايز اعمل الدراسة، فبيقول لي عايز اعداد الشمس ولا فول انوال، وعايز انت كل الكفرش التغطية هتبقى قد ايه. وعايز البيلدينج اريا قد ايه، مساحة قد ايه، البيلدنج انرجي هتبقى قد ايه، عايز الالكتريكال كوست تكلفة الطاقة، البانل تايب الكفرج هتغطي قد ايه في المية من مساحة الاريا كلها، البي باك فلتر انت عايز العائد يبقى خلال 50 سنة ولا 10 سنين ولا سنتين، والانالايز جريد هيبقى قد ايه. فبقول له ابلاي وبقول له ابديت، فهو بيبدأ يعمل لي الدراسة ويقول لي انت محتاجة قد ايه. باجي هنا بقول له انا عايز الريزولت سيتنج، عايز الانسوليشن ولا عايز بيك انسوليشن ولا عايز افريج المتوسط بتاعهم، الستايل
عايز سولار انالايز انيوال ولا في اليوم ولا ديفولت ولا انيوال انسوليشن، بتحدد الستايل اللي انت عايزه، عايز التقرير يطلع بأنهي طريقة زي اس اف. فبعد كده لو انت عايز تعمل تصدير للتقرير ده بتدي له اي رقم انت عايزه او اي تدي له اي اسم انت عايزه، ويبقى المتر بتاعه سي اس اف، تقدر تفتحه على ملف الاكسل اللي بعد كده. طيب برضه في موقع اسمه جرين بيلدينج ستوديو، برضه بيبدا ترفع عليه الموديل بتاعك جي بي اكس ام ال، ويبدا يجيب لك التقارير عن الطاقه وسلك الطاقه وهكذا. طيب في برضه جوه الريفت ممكن تقول له انرجي سيتنج وتقول له كرييت انرجي موديل، وتبدا تجي لك الريبورت والكومبير بين اكتر من حل، ممكن يكون عندك حلين او ثلاثه، يبدا هو يقارن لك بينهم ويجيب لك النتيجه. طبعا بيعتمد في كله ان انت تدخل المعلومات مظبوطه. هنا مثلا ده بلجن بيتسطب جوه اسمه ديسك لايتنج بلجن فور ريفت، بيبدا يعمل لك تحليل لللايتنج او الاضاءه. ده برضو من الحاجات الكويسه، يعني مش لازم تعتمد على ريفت بس، انت ممكن تسطب كذا بلجن جواه يديك امكانيات حلوه جدا، وبرضو اي برنامج من البرامج البيم بتقدر تسطب جواه. ده بيقول لك ايه الماس، ممكن تعمل ماس وتبدا تقسمه الفلور، وبعد كده تبدا تصدره للانسايت او جرين بيلدينج، بيبقى بشكل دوت. انت مجرد ان انت تعمل كتله هو بيبدا يقسم ويفترض بعض الحوايط ويفترض بعض الشاشات. طبعا انت كل ما بتعمل حاجه بتحط الماتيريال بتاعتها، الماتيريال اوتوماتيك فيها ثيرمال، ثيرمال ده بتبدا تدخل خصائص الماتيريال اللي موجوده، كل ماتيريال يعني عندي الحائط اهوت مكون من كذا فينش، كل واحده فيهم بتدخل الخصائص بتاعتها، بحيث لما يعمل اناليسيز يبقى معتمد على قيم حقيقيه مش مجرد ان هو في شكل. فده الفرق بينه وبين برامج زي الماكس او الراينو والحاجات ديت، ان هو بيفترق كتل مش بيتكلم على مبنى حقيقي. ده برضه اداه من ضمن الادوات الحلوه اللي بتكتب جوه الريفت اهوت، اللي هو اليمو تولز، بيبدا يجيب لي التوزيع الاناره بشكل دوت. او ده برضه بلوجن تاني بيبدا برضه يعمل لي اناليسيس للمشروع، ايكو سكورت كارد بلوجن. طيب الانرجي برضه في حاجات خاصه بالديزاين بيلدر وفي حاجات خاصه بالاي اس، بتقدر تصدر ليه البرنامجين دول. انت بتعمل موديل في الريفت وتصدره، اول ما بتروح هناك بتبدا تقول له بعض الاعدادات البسيطه وتقول له ورن. لو انت بتبني الموديل جوه الزين بلدر او جوه الاي اس، فبياخد منك جهد كبير جدا، لان هو البرنامج مش متخصص في عمل الموديل. وحتى لو عملت موديل فيه، الموديل اللي بتعمل فيه ما بتقدرش تستخدمه في برامج ثانيه. طيب ده برضه من ضمن البرامج، وده سفاريا، ده ممكن نقول ان هو بيعتمد على سكتش اب. يعني هو طبعا موجود في كذا برنامج، بس هو الاستخدام الاشهر مع سكتش اب. بعد ما تعمل سكتش اب تعمل مبنى وتوديه هناك، بيبدا يعمل لك تحليل للمبنى بشكل دوت. ده مثلا مشروع معمول تحليل بالاي اس اسمه الشيخ زايد، مسجد الشيخ زايد في ابو ظبي. ده من المساجد اللي شكلها حلو جدا، يعني متعوب فيه جامد جدا في التصميم بتاعه. طيب في ايكو ديزاين، ده معمول جوه الاركيكاد، يعني الاركيكاد نفسه مجرد ان انت عملت الموديل عليه بتدوس على الايكو ديزاينر، فبيبدا يفتح معاك ويبدا تعمل التحاليل اللي انت عايزها جوه الاركيكاد، فبيبدا يجيب لك التحليل للاستخدام خلال الاسبوع وهكذا. هو واخد شهاده بيلدينج انفورميشن موديل، بيلدينج انرجي موديل، بيطلع لك المعلومات بشكل دوت. فالمفروض ان هو بيطلع لك كده في الاخر، ان المبنى دوت هيبقى السلك بتاعه والانرجي بتاعه بشكل دوت وهكذا. البنتلي برضو عامله حاجات خاصه بيها، فبيقول لك مثلا ان التصميم دوت احسن مثلا في البامب، في الفانس، كولينج، هيتنج، الاستهلاك بتاعهم قد ايه وهكذا. تمام. وبعد كده بيجيب لك بقى تقرير الاستهلاك اكتر في ايه، او التصميم افضل في ايه، ده انت كويس في النقطة دي، النقطة دي ضعيف محتاجة ان يعني انت تقويها. احنا اتكلمنا ان احنا نقدر نستخدم البرامج في تحديد افضل موقع. ده مثلا برنامج الانفرا ووركس 360 اهوت، تقدر تختار تقول مثلا انا مهتم مثلا بالنسبة لي الووتر اهم بالنسبة لنا، نكون قريب من مصدر المياه، فيبدأ يركز لك يديك
لون اخضر للاماكن ديت. لا انا اهم حاجه بالنسبه لي يكون في مباني جنبيه عشان اخد نقط مثلا. لا يعني بالنسبه لي يعني تبدا تشوف ايه النقط اللي انت مركز عليها، فيبدا يديها لك على هيئه الوان، فتقدر تحاول تختار اي ارض اللي هتشتريها عشان تعمل عليها المشروع بالشكل دوت. طيب في برنامج اسمه ديسك فازاري، ده برنامج وقف من زمان فبلاش تشتغل عليه، يعني في ناس تعودت عليه بتشتغل، انما لو لسه جديد لا، حاول انت تشوف برنامج يكون الشركه اللي بتنتجه بتطوره. ده كان تبع اوتو ديسك وكان بيعتمد على نفس الملف بتاع الريفت، فكان بالنسبه لنا كويس، بس هو وقف تقريبا سنه 2013 فما تهتموش بيه. اوتو ديسك سي اف دي من البرامج الحلوه قوي اللي بتدرس حركه الرياح وحاجات زي كده. بس لو انت بتعمل بحث علمي روح لبرنامج انسيس. انسيس هو المعتمد في البحث العلمي اكتر، لما الدكتور يكلمك تقول له في ناس كتير عامله البحث بتاعها واتقبل بالانسيس، انما الاوتو ديسك سي اف دي حتى الان مش معتمد قوي. بالنسبة للإنارة طبعا برنامج دايلكس من البرامج القوية جدا. كنا بندخل لوحة الإتقاد ونبدأ نبني المبنى عليه، لا هو تقدر تاخد الموديل جاهز 3D من برامج البيم وتشتغل عليه بسهولة جدا. طيب ده الأكوتكت، ده كان بيعمل سيموليشن قوي جدا في اللايتنج والكولينج والبيلدنج هيتنج، بس وقف سنة 2011 من أوتوديسك فبلاش نروح. طيب احنا بنعمل ايه؟ انت بتشتغل على برنامج البيم وبعد كده بتصدر الشغل بتاعك جي بي سي ام ال، فبيتقبل في برامج المحاكاه. يعني لو انت شغال على اي برنامج برامج السيموليشن، مجرد تاخد الموديل من برامج البيم وتبدا تشتغل عليه، تلاقي البرامج كلها دلوقتي تقريبا بتقبل انها تشتغل من ملف جي بي سي ام ال. في بعضهم بيقبل اي اف سي، فالاثنين اصلا بيتصدروا اوتوماتيك من برامج البيم. طيب ده مثلا ده طالع من الايكوتكت تمام الريبورت ده. بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نتعامل مع اعدادات الشمس في برنامج الايكوتكت. اجي هنا من ديسبلاي سيتنج اقول له انا عايز اشوف شغل من التوب، وهاجي اقول له انا عايز اعمل زوم، فهدي له زوم تحتي من هنا لهنا لهنا لهنا، ولما اخلص الشكل بتاعي اروح دايس سكيب عشان اخرج من الامر، وبعد كده اشوف الشكل بتاعي في 3D هيطلع معايا بالشكل دوت تمام. ابدا اظبط موضوع الشمس، هاجي هنا تمام. في الاول لازم اودي له المكان اللي موجود فيه، فلازم اجي عند شكل الكوره دوت واقول له لود وزر فايل، واختار ملف الفايل اللي قريب مني تمام. لو مش موجود بدخل اقول له لود وزر داتا احمله، ولو عندي اي ملف ممكن اعمل له كونفرت، احمل الملف دوت واحول الامتداد بتاعه للامتداد اللي انا شغال بيه. يعني هقول له اوبن واحمل اي امتداد من الامتدادات ديت تمام، وبعد كده اسيفه على الامتداد اللي البرنامج اتعرف عليه. طيب بعد كده هاجي اقول له ديليت سام باص، انا عايز اشوف الباص بتاع الشمس كل يوم، احدد يوم معين من هنا، احدد اليوم اللي انا عايزه تمام. زي ما انت شايف بيختلف، تختلف اليوم، وتبدا تحدد هيبقى الساعه كام، بحيث ان تعمل دراسه للشمس وتقدر في اي وقت تسيفها فايل اكسبورت ايمج صورة وتسيفها عندك في الملف بتاعك تمام. ممكن اجي هنا برضو اقول له لا ده انا عايز بقى ايه انوال صنباص، فبيجيب لي انوال صنباص بالشكل دوت تمام. ده طول السنة تمام، فهو بيجيب لي ده بيبقى اطول حاجة اللي هو في الصيف، وده بيبقى في الشتاء لو انا عايز اتحكم فيه اهوت تمام. لو عايز اشوفه بيتحرك ازاي ممكن اجي هنا الاقي عندي في الاختيارات هنا بتاعه الصن، بلاقي بقول له انا عايز اشوف يوم معين كل ساعه بتبقى ايه، الساعه هي اللي بتتغير واليوم هو اللي ثابت تمام، فبيبدا يعني يدرس بشكل دوت تمام. او اقول له انا عايز احسبها بالسنه، فبيثبت لي الساعه ويبدا يشوف طول السنه بقى عامله ازاي تمام. خلينا نشوفها تاني تمام. طب بالساعه بيعمل لي دراسه للزلال. طيب لو انا عايز اشوف اطول حاجه في فتره الصيف، فبقول له هنا انا عايز سمر سوليسيت بالشكل دوت، او عايز اشوف في الشتاء فبيجيب لي في الشتاء اهيت، عايز اشوفها في الشتاء بيبقى 21 ديسمبر. طيب عايز الاعتدال الربيعي اهوت بيبقى 21 مارس. طب الاعتدال الخريفي
يبدأ يجيب لي الحاجات دي. كل الحاجات دي اقدر اسيفها صور واعملها كدراسة للزرار في المشروع دوت. كل البرامج دلوقتي بدأت تطلع، يعني كلهم بدأوا يستفادوا من بعض ويطوروا نفسهم. نيجي بقى على الراينو، الراينو جراس هوبر. الراينو جراس هوبر من البرامج القوية جدا في موضوع المحاكاة، بالذات لما تستخدم البلاجن مع الجراس هوبر. فانت بتعمل موديل عليه بيعمل شغل برامج قوي جدا، وفي حاجات كتيرة جدا تبادل بينه وبين الريفت وبينه وبين برامج تانية كتير. بتبدا تربط الحاجات ببعض. يعني انت مثلا تقدر تعمل كود تشيك بحيث تتاكد هل انت مطابق للكود ولا لا وهكذا. هنلاقي جواه كذا حاجات حلوه، زي مثلا موضوع البراماتيك، تقدر تعمل تصميم براماتيك، تقدر تدخل الراينو تشغل جراس هوبر وتدخل مثلا حاجه من ريفت او من اي برنامج اخر ويبدا هو يعمل لك المحاكاه دي. غالبا احنا نستخدم الراينو بس ان احنا نشوف افضل شكل المبنى، يعني هنعمل مثلا كتله معينه ونبدا نعمل تحاليل عليها، بنعمل الكتله على الراينو مع الجراس هوبر، وبعد كده بندخل ملف اسمه اي بي دبليو، ده خاص بالرياح او خاص بالمعلومات الخاصه بالمنطقه اللي انت تعمل فيها المشروع. مثلا اخترت مصر فيبدا يجيب لك المعلومات الخاصه بمصر. وبعد كده مثلا عندنا بلجن اسمه ليدي باج، تمام، بيبدا يجيب لك ال فيجوال ويزر داتا، اناليسيس ويزر داتا وهكذا، تحليل الجيومتري، الطاقه، بيبدا يجيب لك المعلومات دي كلها. دلوقتي ازاي نعمل تحليل الظلال والشمس من خلال برنامج الراينو؟ من الراينو فتحنا جراس هوبر، ومن جراس هوبر سطبنا الليدي باج. هاجي هنا دلوقتي اقول له في الفيجواليزيشن انا عايز اعمل ليدي باج سامباس، هو محتاج مني بعض المعلومات عشان يبدا يشتغل. طيب المعلومات دي اول حاجه هبدا اقول له ايه؟ اقول له انا عايز ملف الاوبن ويزر، اوبن ويزر اهوت، تمام. طيب هبدا اديله بقى الملف، بنتقل اهوت، تمام. هبدا ادوس هنا مرتين واديله الملف القاهره. طيب هنا لو خدت المعلومات دي رميتها هنا مش هفهم حاجه، فلازم ادخل ايه؟ اقول له امبورت اي بي دبليو، اديله الملف دوت، هو ياخد منها كل المعلومات دي. كل المعلومات دي اقدر استفاد منها في موضوع تحليل الشمس. فاقول له انا عايز اللوكيشن دلوقتي، اللوكيشن اهوت مع اللوكيشن اهوت، تمام. سام باص كده انا اديته المكان، فخلاص هو اوتوماتيك هيبدا ايه يتعرف على المكان. طيب عايز احدد له بقى من امتى لامتى، من امتى لامتى دي بقى نعملها منين؟ من الاناليسيس، اقول له اناليسيس دي رود اهوت، وابدا اقول له من شهر كام ومن يوم كام. يعني تقدر تيجي هنا تقول له مثلا من شهر 2 مثلا لشهر 10، تمام. وتقدر تعمل نفس الخطوات دي، تحدد لها الدي والهور زي ما انت عايز، تمام. اقول له الاناليسيس بقى، نفس المعلومه تسقط في نفس المكان بتاعها، فيبدا هنا يتغير، يتحدد الايام دي بس، تمام. طيب هو دلوقتي بقى حدد لي الشمس اهيت، اقدر احدد السن سكيل، طبعا مش هغير الشمس اللي موجوده في الواقع بتاعنا، لا في البرنامج. يعني اقول له مثلا خليها 3 مثلا، واروح قايل له هنا ده السن سكيل، تمام. حسب بقى لو لقيتها اكبر او اصغر تقدر تتحكم فيها. هو بيبقى دي قيم افتراضيه، فانت بتدخل بتحدد القيم اللي انت عايزها. يعني انا بوقف الفيديو بس ثواني لحد ما يخلص العمليه بتاعته. بعد كده انا عايز ابدا ارسم الخطوط من نقطه الاصل لحد الشمس هنا. عايز اعرف بس الاتجاهات، فاقول له فيكتور، واقول له انا عايز اقول له فيكتور تو بوينت اهيت، تمام. طيب انا عايز ارسم المسار بتاعي منين؟ اقول له انا عايز هات لي البوزيشن دوت اهوت، ده هو اللوت الاي بتاعتي وده البي، تمام. هو كده تلقى المعلومات وجاهز ان هو ياخد مني يديني المعطيات، تمام. هو دلوقتي الفيكتور ده مش مرسوم، فانا عايز يترسم، فاقول له فيكتور ديسبلاي،
تمام. فيكتور ديسبلاي تمام. هديله ايه بقى؟ هو عايز مني ال هنا ممكن نديله ال V اهي، وابدا اديله بقى ايه من ال sum position، يبدا يرسم لي الاشعه المتجهه فيه تمام. واخد بكل النقط وبدا يدي للنقطه اللي هينزل عليها الاشعه الشمسيه. طبعا تقدر في اي وقت تعدل كل المعلومات اللي انت عايزها بان انت تعمل متغير، يعني مثلا السم باس سكيل تقدر تروح مغيره تمام اهوت تمام، تقدر تتحرك ده كده يبدا يتغير معاك الشغل كله. ده مثلا باتر فلاي ده بيشتغل جوه الجراس هوبر وجوه الراينو، بيبدا يدرس لك الحركه هتبقى عامله ازاي اللي هو السيف دي، فحاجه ممتازه جدا. الهاني بي ده برضو النحله دي شغاله جوه الجراس هوبر، فبيبدا يعمل لك تحليل لل الطاقه هتبقى عامله ازاي والاتشفاك انرجي وهكذا. فزي ما انت شايف في مجموعة برامج كتيرة جدا، في مجموعة كتيرة بلجن جاهزة بتشغلها جوه الراينو، لأن الراينو من زمان مهتم بالموضوع دوت. فقريب هتلاقي الداينامو بدأ الحاجات دي تشتغل جواه. في برضه برنامج اسمه ديفا فور راينو، ده برضه بتعمل بوينت ان تايم فيجواليزيشن، دي لايت فاكتور، الليد وهكذا. ديفا فور راينو بالشكل دوت. ديزاين بيلدر ده من اقوى البرامج اللي في سوق الانرجي، بيعمل شغل قوي جدا والشركه مهتميه بيه وبتطوره، واشتغل على ديسك محدش يخاف ان هو هي يوم يقف، ومعتمد على الاشري، وبرده حتى ريفت معتمد على الاشري ان هو في قاعده بيانات، مش مجرد ان انت بتعمل سيموليشن وخلاص، لا كل غرفه تقدر تدخل المعلومات الخاصه اللي انت عايزها. السولار كالكوليشن اهوت، وده برضو بتعمل شادنج جوه البرنامج، انت بتعمل موديل على اي برنامج، برامج البيم وتصدره لديزاين بيلدر. رسمنا شكلين بساط من هنا، تقدر ترسم اي شكل انت عايزه تمام. يعني هنقول له مثلا عايز ارسم بيلدنج اكسترود سيركل، خليها بوليجن تمام. وبعد كده ترسم حاجة بالشكل ديت تمام. وبعد كده هتدخل بقى في اللايتنج، تشوف اعدادات الاضاءة قبل ما تدخل على الدي لايت، هتدخل هنا في اللايتنج، هتبدأ تشوف التمبليت اللي انت تشتغل عليه تمام. تقدر تختار اي تمبليت من هنا، مجرد ان انت تعمل عليه سيلكت وتقول له ابلاي، او ممكن تقول له ايديت وتعدل فيه، او ممكن تيجي هنا وتدوس مرتين فيبدأ على التلات نقط دول. هنا هتشوف السيستم نفسه اسمه ايه، الديسكريبشن بتاعه، السورس بتاعه، الكاتيجوري بتاعه، الريجن، تقدر تتعلم على الريجن هنا وتختار المكان اللي انت عايزه. الاوتبوت بتاعك اللي انت عايزه ممكن تقول له مثلا التاسك اند ديسبلاي لايتنج تمام، او جنرال لايتنج او لا، نوع اللايتنج، الكنترول ممكن تقول له انا عايز كنترول هنا، وتبدا تختار الكوست، تبدا تختار الكوست هيبقى قد ايه تمام، وتقول له بعد كده اوكي او كانسل. وبعد كده تقدر يعني من هنا تقول له لايتنج كنترول، تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تفعلها معاك في قلب الحسابات تمام. الكوست برضه تقدر تتعدل فيها تمام، كده بتعدل في القيم نفسها، مش في التمبليت تمام. الاريا قد ايه
بعد ما تخلص الاعداد بتاعت اللايتنج كلها تمام، بتروح تدوس هنا على الداي لايت، بيبدا هو يعمل الحسابات بتاعته، بيقول لي الاوبشن بتاعتك اللي انت عايزها، نوع التقرير، عايز تقرير باي شكل من الاشكال تمام، هقول له مثلا ليد فيرجن 3، الديتيل تمبليت، عايز حاجه تكون هاي كواليتي ولا حاجه سريعه تمام، خلينا في الستاندرد، الورك بلان، بلين السكاي موديل، تبدا تختار برضو السكاي موديل بتاعك، الجريد تمام، تبدا تشوف الاعدادات اللي انت عايزها، انكلود اول بيلدينج تمام، واقول له اوكي، واسيبه بقى يعمل الكالكوليشن بتاعه. ده ريبورت اهو ظهر اهوت تمام، الحمد لله عدى تمام. دي المعلومات، فلور اريا، الاضاءة، كل حاجة المعلومات. طيب التقرير دوت لو انت عايزه ممكن تصدره زي ما انت عايز، سواء هتصدره مثلا تطبعه تاخده كوبي تسيفه كصورة، سيفه كوورد زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز التقرير تغير نوع التقرير من هنا برضو تمام، ممكن تيجي تقول له هنا انا عايز الديلايت فاكتور، عايز التقرير مثلا يبقى عامل على شكل مثلا ماب، هيبدأ يعمل لك لودينج بالشكل دوت تمام، ويبدأ يديك السورس مثلا تقدر تعدل فيه، اللو دي اف، الهاي دي اف، وهكذا. كل الحاجات دي برضو تقدر تصدرها بقى كصور بحيث ان انت تحطها في الريبورت بتاعك. هنا بتعمل امبورت للشغل البن من الريفت، من السكتش اب، من اي برنامج من البرامج، ويبدا يشتغل معاك على طول. برنامج اي كويست من البرامج المعتمده في الليد، فتقدر تعمل انرجي سيموليشن عليه وتبعته كريبورت. انفيا ميت سيموليشن ده لما تيجي تشتغل على نظام مدينه كامله. تقريبا كل البرامج دي شرحناها في قناه بيم اريبيا على اليوتيوب، كل برنامج عملنا له سلسله شرح خاصه بيه. فانت ممكن يبقى عندك اكثر من موديل او اكثر من اقتراح، فبتعمل اناليسز للموديل دوت اوبشن 1 واوبشن 2، او ممكن تعمل شغل على ديزاين بيلدر تصدره لديزاين بيلدر من الريفت. الاي اف سي كريشن بروسيس، تقدر تصدر الاي اف سي من اي برنامج من برامج الموديل وتعمل فاليديشن تاكد ان هو مظبوط، وتدخل على برامج المحاكاه ويطلع لك النتيجه زي ما انت عايز. او ده مثلا احنا بنصدر او بنعمل تحليل الهيتنج اند كولينج لود، بنقول له كالكوليت وياخد المعلومات دي كلها نصدرها في الاي اف سي، ونقدر نشيرها مع كل البرامج زي ما انت عايز. الجي بي اكس ام ال مثلا، كل البرامج دي بتعتمد او بتدعم او سبورت للجي بي اكس ام ال، زي الكاد لاين، زي البرامج الهاب بتاع كارل، زي اليت، زي انرجي بلس، انرجي سوفت، زي الاوتوكاد اركتكتشر، زي الريفت، زي البنتلي، سكتش اب، جرافيك سوفت، اركيكاد. ده فكره الجي بي اكس ام ال، لما تفتحه بيبقى عامل زي صفحه الجي بي ام ال في النت، بيقول لك مثلا بيلدنج تايب، نوع اوفيس، الاي دي بتاعه كذا، الستريت ادرس، العنوان بتاعه كذا، الاريا، السبيس، عدد الاشخاص الموجودين، وهكذا. يعني ناخد مثال عمل مثلا مدينه مصدر اللي موجوده في الامارات. مدينه مصدر هي المكان بتاعها، بتلاقي ان فيها زيرو كربون، زيرو ويست، في بدا شغل فيها في 2006 وهكذا، اتعمل لها كود خاص بيها. هي المفروض انها تبقى مدينه مركزه على موضوع العلوم، المفروض ما فيش اي سيارات بالوقود شغاله فيها، فهو انجاز في الدول العربيه. السلك الوتر اقل حاجه، معمول نظام اقل استهلاك للميه واقصى استفاده من الميه، الويست تبدا يعيد استخدامها. طبعا تعمل لها كميه تحليل رهيبه جدا عشان يوصلوا انها تبقى من افضل المدن على مستوى العالم في موضوع الطاقه النظيفه. فمعمول لها نظام مثلا خاص بالالكتريكال جنريشن، الكتريكال انرجي، الووتر ميتر، العداد بتاعه الميه معموله بشكل ذكي، وهكذا. دي كلها سيستم موجوده في مدينه مصدر. ده برضه في مدينه عمان.
ده بالنسبة لموضوع الطاقة وتركيزنا كله راحة الإنسان. يعني نختم إن أنت أهم حاجة إن أنت بتصمم راحة الإنسان. لو في حاجة هتحقق ضرر الإنسان بس هتديك نقط، لا متعملهاش. ركز إن أنت تعمل حاجة لمصلحة الإنسان ولراحة الإنسان. إحنا بنصمم للإنسان، الإنسان اللي هيسكن ليه في المبنى دوت. جزاكم الله خيرا، وأرجو ما أكونش طولت عليكم.